اهلا بكم مشاهدينا من جديد. هي احنا بنكون حريصين دايما في كل تغطياتنا مع حضراتكم على موافاتكم بكل ما هو جديد، وبالتحديد بشان طرح وحدات سكنيه مدعومه او اراضي، لان هذا الموضوع بيهم عدد كبير جدا من المواطنين وبتكون خطوه هامه من الدوله. خلينا اقول لكم انه ده طبعا بيكون بمختلف المحافظات، وده اللي هنستعرضه مع حضراتكم خلال هذه التغطيه. أعلن دكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح قطع أراضي سكنية متنوعة بين إسكان متوسط وإسكان متميز وإسكان أكثر تميزا، وتكون عدد الأراضي 3677 قطعة أرض حوالي موجودين في 10 مدن جديدة. ايه هي شروط الحجز وكل التفاصيل الخاصه؟ وخليني اقول لكم في البدايه انه شروط الحجز هتكون متاحه اونلاين يوم الاحد المقبل على الموقع الخاص ببنك الاسكان والتعمير. مزيد من التفاصيل اكثر حول هذا الامر هيوضحها الينا الزميل احمد حسن مسؤول ملف الاسكان باليوم السابع. اهلا بيك يا احمد. مستقبلكم. اهلا بيك. الحقيقه يا احمد ان ده موضوع مهم جدا وبيهم عدد كبير جدا من المواطنين، عايزين نعرف منك ايه التفاصيل بالظبط، عايزين نعرف منك شروط الحجز والمساحات، وبالتاكيد عايزين كمان توضح لنا ايه هي العشر مدن الجديده. تمام، خلينا بس ناكد على نقطه مهمه، انه اعلان الطرح الاراضي ده جاء بعد توقف بعد قرار وزاره الاسكان بتوقف طرح الاراضي للافراد لمده زادت عن 12 شهر، واكتفت بطرح في الفترة الماضية اكتفت بطرح الأراضي للمطورين فقط لزيادة نسبة التنمية بالنسبة للمدن وخاصة المدن الجيل الرابع. وهذا الإعلان خاص بمدن الصعيد في إطار خطة الدولة بالاهتمام بتنمية الصعيد خلال الفترة الأخيرة. الإعلان بيتضمن أكثر عدد كبير من الأراضي سواء إسكان متوسط أو إسكان متميز أو إسكان أكثر تميز بعدد 3677 قطعة أرض في نحو 10 مدن جديدة. خلينا نقول إنه الإعلان إنه الطرح ده هيكون بنظام إسبقية الحجز، يعني يتسنى المواطن إن هو يدخل على الموقع ويحجز قطعة الأرض الخاصة به اللي هو اللي هيختارها سواء من أنواع الأراضي الثلاثة المطروحين. الطرح كراسة الشروط هتكون متاحة على موقع بنك التعمير والإسكان اللي تابع للوزارة يوم الأحد المقبل، بحيث يتم إتاحة كافة الشروط الخاصة بالأوراق المطلوبة ومقدم الحجز وخلافه. الأراضي المطروحة في 10 مدن جديدة. بالنسبة للأراضي لو احنا هنقول كل نوع من الأراضي، بالنسبة للأراضي الإسكان المتوسط عددهم 1760 قطعة أرض في مدن المنيا الجديدة وسوهاج الجديدة وأكرا الجديدة والفيوم الجديدة وأخميم الجديدة وأسيوط الجديدة وبني سويف. بالنسبة لأراضي الإسكان المتميز عددهم 1740 قطعة أرض بمدن المنيا الجديدة وأكرا الجديدة وسوهاج الجديدة وأسيوط الجديدة وناصر الجديدة وطيبة الجديدة والفيوم الجديدة وأخميم الجديدة. بالنسبة للأراضي الأكثر تميز دول عددهم 177 قطعة أرض فقط في مدن أسوان الجديدة وأسوان الجديدة وبني سويف الجديدة وأسيوط الجديدة والمنيا الجديدة. لو هننوع أو هنفرق ما بين يعني إيه أراضي مميز وأراضي أكثر تميزا وأراضي إسكان متوسط، ده بيختلف على حسب مساحة قطعة الأرض وموقع القطعة. من ناحية عايز أسألك هذه الجزئية يا حضرتك المتراوحة، عايز أسألك أراضي الإسكان المتميز هتكون ما بين 200 متر ل 200 و 350 متر، بالنسبه للاراضي الاكثر تميز هتكون في حوالي من 450 متر ل 600 متر، وكذلك الاراضي المميزه. بس اللي بيختلف عن المميز والاكثر تميز هو موقع قطعه الارض. بالنسبه لهذه القطعه دي بتقع على الطريق الرئيسي دي في شارع جريبي وخلافه. الاراضي كلها كامله المرافق، ومن المقرر بدء تسليمها للمواطنين عقب الانتهاء من الحجز خلال الشهور القليله المقبله. هنقول لو بالنسبه للاوراق المطلوبه بتكون الاوراق المطلوبه عباره عن شهاده من صوره البطاقه للزوج والزوجه في حاله كون المتقدم اسره، لو اعزب بيكتفي بصوره البطاقه زائد ايصال مرافق وشهاده بتثبت الدخل. وده بالنسبه لاهم الاوراق المطلوبه. انا هتكلم عن مبلغ جدية الحجز، في فرق بين مبلغ جدية المقدم تقريبا مبلغ جدية الحجز عبارة عن بالنسبة للإسكان المتميز قطع الأراضي الإسكان المتميز هيتراوح ما بين
80 ل 100 ألف جنيه، وبالنسبة للراد الإسكان المتميز هتكون ما بين 150 ألف جنيه، الأكثر تميز هيكون حوالي من 250 ألف ل 350 ألف جنيه بالنسبة دي مبلغ جدية الحجز. أما مبلغ أما مقدم الحجز بيكون 20% من إجمالي قطعة الأرض، يعني لو هنحسبها حسبة بسيطة لو قطعة أرض بمليون جنيه هيكون مبلغ مقدم الحجز مثلا 200 ألف جنيه، دفعنا منهم 100 ألف جنيه، باقي 100 ألف جنيه يسدد عند استكمال مقدم الحجز، باقي قيمة الأرض هتسدد على ثلاث أقساط سنوية متساوية. الحقيقة أحمد أنت وضحت كل التفاصيل، لكن قبل ما أختم معاك عايزة أسألك هل في قيود معينة أو في موانع مثلا المواطن أنه هو يخلي باله منها؟ هو بالنسبة للموانع أو القيود، إن هي الوزارة بتشترط إنه من سبق له الاستفادة عدم مش من حقه يتقدم لهذه الأراضي، يعني اللي حصل على شقة في منشأة الإسكان الاجتماعي قبل كده أو حصل على قطعة أرض في الداخل نفسه أي في أي محافظة عموما يتعلق بالأراضي والوحدات السكنية، ده مش من حقه إنه يتقدم لهذه الأراضي. كمان مش من حق الأسرة والمتقدم يتقدم لأكثر من واحدة لقطعة أرض واحدة. أنت سامعني؟ كمان الوزارة بتسمح لأكثر من فرد أو أكثر من أسرة الاشتراك في قطعة أرض، يعني ممكن أربع أفراد يشتركوا أو فردين أو ثلاثة على حسب يشتركوا في قطعة أرض واحدة، ده مسموح، يعني مسموح لأكثر من فرد التقدم على قطعة أرض، ولكن غير مسموح للفرد الواحد أو الأسرة الواحدة التقدم على حجز أكثر من قطعة من داخل الأسرة. طيب في جزئية كنت بسألك عليها، داخل نفس المحافظة ولا بشرط إن هو ما يكونش استفاد من هذه الخدمة في أي محافظة تانية؟ لا يا فندم، هو السيستم أو النظام أو قانون الإسكان الاجتماعي الأخير ده بينص على في كل المحافظات، أنا سواء نفس الفرد أو أي شخص داخل نفس الأسرة، يعني هو من شروط التقدم إن هو بيكون من مواليد المحافظة أو المقيمين بها أو العاملين بها، ده بالنسبة للإسكان الاجتماعي. أما بالنسبة للسبق الاستفادة، سبق الاستفادة ده بيشمل أي نوع من الدعم زي ما قلت لحضرتك، سواء وحدة سكنية أو سواء حصل على قطعة أرض قبل ذلك أو سواء حصل على واحدة من وحدات الإسكان التعويني أو مشروعات سابقة من مشروع إسكان مبارك وخلافه. شكرا. بالنسبة برضو أهم حاجة إن هو بالنسبة للأسرة، يعني احنا اتكلمنا ان الأسرة مش من حقها تتقدم على أكثر من قطعة أرض، ولكن في حال كون الأسرة فيها أفراد يتجاوزوا 21 سنة ممكن أقطع، يعني ممكن الأب والابن يتقدم في حال وجود الابن يتخطى 21 عام. شكرا جزيلا يا أحمد، زميل أحمد حسن مسؤول ملف الإسكان باليوم السابع، أنا بشكرك على هذا الكم الهائل من المعلومات والتفاصيل اللي أضحتها إلينا، وبالتأكيد هنتابع معاك كل المستجدات ويكون لنا متابعة أخرى معاك إن شاء الله الأسبوع القادم يوم الأحد إن شاء الله. شكرا يا أحمد. شكرا لك وكل متابعي اليوم السابع. شكرا لحضرتك. بالتأكيد أيضا كل الشكر موصول لحضراتكم، وإلى هنا تنتهي هذه التغطية، ولمزيد من التفاصيل تابعونا دائما على شاشة التلفزيون اليوم السابع. كنت أنا مع حضراتكم جرمين شلبي، شكرا لكم وإلى اللقاء.